وأذكر من القصص التي يحكيها أحد الناس، يقول سبحان الله، يقول دعوت مجموعة من الفضلاء والزملاء في العمل والجيران في بيتي لعشاء، قال سبحان الله، ثم تأخرت فاستقبلهم أخي وأحسن وفادتهم وأحسن ضيافتهم حتى حضرت من العمل. قال وكان عندي مسدس وجلس يعرض ويلعب به، يشير به إلى إيش؟ إلى بعض الحضور. قال خرج الطلقة، ما كنت أتوقع المسدس فيه شيء، فسكنت في رقبة أحدهم فمات من وقته، فمات من وقته. تجد أشياء عجيبة يرسلها لك بعض الناس، يقول لك هل هذا يجوز؟ كيف الأمر؟ جلس معه في السيارة وقبل ما يأتي من السيارة والمجالس بالأمانة، فوضع له بودرة، البودرة هذه لما حد يلمسها تقوم إيش؟ أيوه، وضع له البودرة وجاء هذا أخونا في الله، دخل السيارة وكذا وجلس يبغى إيش؟ يشرب الماء، فما استطاع، بدت إيش جسمه، وهذا جالس يضحك ومستانس، لين الأخ يعني وصلت لمرحلة قال لي أخي أنا أكاد، تعرفون طبعا هذه بتعمل حساسية وبتعمل سخونة في الجسم، لدرجة قال أبغى أن أنا أفسخ إيش في نص الشارع، فسخ الثوب، وهذا جالس يضحك ويستانس. مجموعة آثام فوق بعضها حملها المجالس بالأمانة، ولا يحل لمسلم أن يروع أخاه إيش المسلم، ثم تجد دهماء يتابعون ويضحكون، والله نبغى تسوي لنا مقلب في فلان الفلاني، ما هم بشكل مع بعض بسوين قروب مع بعض إلى غير ذلك. ولذلك لما تتابع مثل هالمقاطع جزاك الله خير، اكتب وضح حكم الله حكم رسول عليه الصلاة في مثل هذا الإيش، في مثل هذا المر، لعل بما تكتب يكون لك نافعا عند من، عند الله عز وجل، ولعل ينتفع به من يقرأ فيعلم إن هذه المقالب حرام ولا تجوز. بل أحد الناس دعاه وجلس يأكل، جاء أعطاه كف على رقبته من الخلف، وصارت المشكلة وصارت المضاربة إلى غير ذلك، لدرجة كانت تزق فيها إيش أرواح، وكله صور ونزل على إيش، نزل على القناة لكي تجمع اللايك والسبسكرايب والكلام الفاضي هذا الذي نحن ابتلينا به أيها الكرام الفضلاء. إذن من حسن الظن بكم أيها الكرام الفضلاء أن تكونوا دعاة خير، وألا نكون شياطين عقبة، عافانا الله وإياكم، وأعلم أن الفكرة والكلمة لا تموت، ورب كلمة يقولها الإنسان يرفع الله بها درجات تبارك وتعالى. لا تحقر الكلمة أبدا، لا تحقر هذه الكلمة، طالما أنك أنت ابتليت ودخلت في هذه الشبكة ودخلت في هذه الأمور وأصبحت عضوا فيها ولك فيها حساب ولك فيها قناة ولك فيها كذا، ليس أقل أنك أنت تنصح، لعل كلمة تخرج منك ينتفع بها من شاء الله أن ينفعهم. وإن من النصيحة إذا كنت تعرف أصحاب هذه الحسابات والقنوات أنك أنت إيش؟ أنك تتصل بهم وأن تناصحهم في الله تبارك وتعالى. الدين النصيحة، رواه مسلم، قال شيخنا الشيخ العثيمين في شرح الأربعين، وهذا فيه أسلوب حصر وقصر تقدير الكلام، ما الدين إلا النصيحة، أخوك الحق معك الذي يضر نفسه لينفعك، وإذا مريب الزمان صدعك شتت شمله فيك ليجمعك، إنما المؤمنون إخوة والمسلمون بررة نصحة والمنافقون فجرة غششة.